السلام عليكم. السلام يا سيد، هل تتكلم العربية؟ هل تتكلم الفصحى؟ كيف تعلمت العربية؟ ممكن. نحن تعلمنا العربية لأن نحن بندرس في بلدنا اللغة العربية. هل تتكلم الفصحى؟ أم هل عندك أي نصائح للطلاب لتشجيعهم لتعلم العربية؟ أهلا وسهلا. One of the most difficult things for people to do when learning a new language is to muster up the courage to speak to people in their native language. Today we are in the heart of central London. We are in Edgware Road, which is a hotspot for people, a lot of people from the Middle East, Middle Eastern restaurants. So here we are going to be going up to strangers and speaking to them in Arabic. And let's see how they react. Hiya, Bina. Assalamu alaikum. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. من أين أنت؟ أنا من إريتريا. إريتريا، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. وأريد أن أسألك أسئلة بسيطة في اللغة العربية. وأولا، يعني كيف تعلمت العربية؟ ممكن. نحن تعلمنا العربية لأن نحن بندرس في بلدنا اللغة العربية، تعلمنا من الممارسة كمان من الناس. نعم كده. نعم. هل عندك أي نصائح للطلاب اللغة العربية لتعلم اللغة العربية؟ نعم، أي نصائح؟ أكيد أكيد عندنا نصائح. اللغة العربية لغة مهمة جدا، اللغة العربية تعتبر لغة عالمية، فلا بد أي إنسان أن يعرف اللغة العربية جيدا لكي يتحدث، لكي يتناقش مع الناس. نعم. وأيضا كمان تنفع عشان الواحد يتعلم اللغة العربية في العلم. صح. وفي التاريخ. نعم. وأخيرا هي أولا وقبل كل شيء هي لغة القرآن. صح. لغة القرآن الكريم. يعني كثير من الطلاب يظنون أن يعني عندما نتعلم اللغة العربية أي لهجة أريد أن أتعلم العربية، ولكن نريد أن نشجع الناس لتعلم الفصحى في البداية، وما رأيك؟ والله اللغة العربية الفصحى هي لغة مهمة، واللغة العربية الفصحى كل أي إنسان يقدر يفهمها. نعم. لكن اللغات أو اللهجات الكثيرة دائما ما تختلف في النطق، تختلف في المحادثة، تختلف في أي حاجة. نعم. فاللغة العربية الفصحى أنا أشجع أن أي إنسان يتعلمها. نعم. واللهجات هذه بتجي تدريجيا. نعم. وايضا عندما اتعلم اللغه العربيه، اللغه العربيه اللغه الفصحى اللغه العربيه الموحده لتعلم كل اللهجات في الوطن العربي. اكيد ان اللغه العربيه الفصحى يقدر يعني يفهمك اي واحد. صح. في الدول العربيه جميعا يقدر يفهمك اي واحد، فما تحتاج. لكن لما يكون في لهجه مثلا سودانيه، لهجة لبنانية، لهجة مصرية، غالبا الناس عشان تتفاهم تتعب. لكن نعم. إذا تكلمت مع اللغة العربية فصحى بيفهمك أكثر. نعم. واللهجات هذه بتجي تدريجيا، ما هي اللهجة ما هي صعبة جدا. شكرا لوقتك شيخ، يا جزاك الله خيرا. السلام عليكم. So we're doing a video where we go up to people that we think are from Arabic backgrounds and we just want to know if we can ask you a few questions in Arabic. Just in فصحى. Is that okay? والله no speak Arabic, English, no speak anything. You speak Arabic? No. لا اسبيك عربي. نعم، اتكلم الفصحى واريد ان اسالك اسئله بسيطه في الفصحى فقط، يعني لان نريد ان نشجع الناس لتعلم الفصحى وتعلم العربيه، وبسبب ذلك يعني هل عندك لحظه لان اسالك يعني اسئله بسيطه في الفصحى فقط؟ تسجيل ولا تسجيل يعني لا. نشجع الناس. لا 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 لا, لا بس شكرا جزيلا. اي you speak Arabic? Yes. Do you mind if you ask you a few questions in Arabic? Yeah, that's okay. So, نريد. نعم نعم. الصور. يجوز أو لا؟ لقناتي على يوتيوب نريد أن نشجع الناس لتتكلم العربية، وبسبب ذلك يعني نتكلم مع الأشخاص في الشارع. في الخارج؟ لا لا بس. No, you don't want. That's fine. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. يا سيد، هل تتكلم العربية؟ تتكلم الفصحى؟ لا نعم. يعني نصور الفيديو لقناتي على يوتيوب ونريد أن نشجع الناس لتتكلم الفصحى، وبسبب ذلك هل عندك لحظة؟ والله هلا حاليا شوف كثير بيزي. لا بس إن شاء الله. سامحني بس هلا وصلت. لا بس. لا بس. شكرا جزيلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. ما اسمك؟ خالد. أنا اسمي عقيل، وأريد أن أسألك أسئلة بسيطة. طبعا. في الفصحى. طبعا. وأولا، من أين أنت؟ أنا لبناني روماني. ما شاء الله.
أنت تتكلم العربية، وأين تعلمت العربية؟ تعلمت العربية من والدتي. ما شاء الله. هل لبنانية وأبوي تعلمت نعم. العربية من والدتي. هل تحب العربية؟ يا أحب نعم. العربية. أم هل عندك أي نصائح للطلاب لتشجيعهم لتعلم العربية؟ أجل. نعم. أي نصائح؟ نعم. فقط لايك خليهم يركزوا. نعم. لازم بي كونسنتريتد. نعم. خليهم يركزوا مزبوط. نعم. ويدرسوا شوي شوي. شوي شوي. الاستمرار، كونوا مستمرين. مستمرين. صح. Don't give up. ما تستسلم. نعم. بعد وقت قليل ممكن نستطيع أن نتقن العربية. ممكن من الأبجدية. صح. للكلمات. أو ممكن إذا كانوا مسلمين. نعم. قراءة القرآن. صح. القرآن لغة عربية. صح. نعم. هذا مفيد جدا. القرآن. نعم. وأيضا أنت في بريطانيا وتتكلم الإنجليزية. وكيف قليلا الرومانية. ما شاء الله. فكيف تعلمت الإنجليزية؟ هذا ممكن مفيد. أنا الإنجليزية كنت في مدرسة خاصة ألمانية. مدرسة خاصة ألمانية. نعم. أتعلم اللغة. وفي البداية هل هو صعب؟ يعني بعض ما. نعم نعم. وبعد مرور الوقت يعني الوقت بالاستمرار والبممارسة وعدم الاستسلام تعلمتها جدا. ما شاء الله. شكرا جزيلا شيخ. شكرا جزيلا. تتكلم على العربي؟ تتكلم عربي. نعم جيد. أصور الآن أصور الفيديو لتشجع الناس لتعلم اللغة العربية بشكل أكثر. وهل أستطيع أن أسألك أسئلة بسيطة؟ لا؟ لا بس شكرا. نعم. السلام عليكم. سلام. هل أنت مدير؟ مدير هذا؟ لا أنا مدير ولا مدير. هل تتكلم الفصحى؟ لا. لا. جيد. شكرا. يا سيد السلام عليكم. هل تتكلم عربي؟ هل تتكلم الفصحى؟ نعم. نصور الفيديو لقناتي على يوتيوب ونريد أن نشجع الناس لتعلم الفصحى. وهل عندك أي لحظة؟ نريد أن أسألك يعني أسئلة بسيطة في العربية فقط. العربي ما أعرف عربية. لا لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا من أين أنت؟ أنا من مصر. ما شاء الله. وهل تتكلم الفصحى؟ نعم أجيدها. نعم نعم. وأريد أن أشجع الناس لتعلم العربية وتعلم الفصحى، وإن شاء الله سأسألك أسئلة بسيطة العربية. وأين يعني هل عندك أي نصائح للطلاب لتعلم العربية؟ أولا اللغة العربية هي من أفضل اللغات الذي يتحدث الناس بها، وهي من أفضل اللغات الذي تستطيع أن تشرح من خلالها ما تشعر به. نعم. اللغة العربية أفضل شيء لتعلمها هو أن تتحدثها. صح. ولكي تتحدثها يجب أن تكون محاط بناس تتحدث الفصحى. صح. نعم. وأفضل شيء تبدأ به لتتعلم الفصحى هو القرآن الكريم. صح. لأننا جميعا تعلمنا اللغة العربية الفصحى من القرآن الكريم. صح. ولأن القرآن الكريم به مفردات لا يمكن أن تجدها في أي مرجع أو في أي صح. كتاب آخر. نعم نعم. هذا أولا. مفيد. جميل. ثانيا نعم. يجب أن تذهب إلى دواوين الشعر، يجب أن تذهب صح. إلى النثر الشافعي. هذا شيء من هذا القبيل. نعم. هذا مفيد جدا. شكرا جزيلا. وهناك يعني سمعت المقال يعني كثير من الطلاب يظنون أن عندما أتعلم اللغة العربية وأتكلم مع الناس في الشارع ممكن يضحكون علي، لأن يعني كثير من الناس لا يتكلمون في الفصحى وهكذا، ولكن عندما أتكلم معك يعني لا تضحكون مني ولا لا تضحكون. لماذا أضحك أخي؟ اسمع، اللغة الإنجليزية على سبيل المثال. نعم. أنا لا أتحدثها بالجرامر، يعني لا أتحدثها بقواعدها. صح. ولكن الإنجليز لا يضحكون عندما لا أتحدثها بقواعدها. نعم صح. وأنا أتكلم معك بالفصحى الآن. نعم. وهل تشعر بأنك يعني غريب جدا؟ لا لا طبعا. لا مفيد. ممكن جميل جدا. اللغة العربية
تريح النفس عندما تسمعها. جميل، نعم صح، هذا مفيد جدا. شكرا جزيلا لوقتك. Assalamu alaikum guys. So that was the end of the video. So from the people that we did get to talk to, you will notice that they were not condescending, they were not laughing at me, but they were just willing to talk and open to share their experiences in Arabic. So this will encourage you hopefully to get out of your comfort zone and start speaking in Arabic. So thank you very much for watching and see you in the next video. Assalamu alaikum.